المقدم علاء العميد صالح. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، شرفتونا. شابوا ايه؟ انا متهيألي شفت سيادتك قبل كده. احنا اتقابلنا فين؟ انا برضو بشاب على حضرتك. انا متهيألي اتقابلنا في بني سويف، طرة، في ابو زعبل، في الحضرة. مش بعيدة. انا فعلا كنت بزور بني سويف والحضرة وابو زعبل بحكم شغلي لما كنت بفتش على السجون هناك. بس انا شفتك قبل كده هناك. انا اصلي بقى ايه، مش بزور الحتت دي، انا اعتبر مقيم هناك. ايه ده؟ لا مؤاخذه دبانه، معلش. مظبوطك يا باشا. مظبوط مظبوط. ايه؟ مظبوط يا ولد. ايه؟ مظبوط. قديم بقى يا منى. منى منى طب ما هو البواب مبلمه كده ليه؟ اتحركي. ها، واخبار الداخليه ايه؟ عاملين ايه في شغلكم؟ يعني ما بتقولوش انتوا اليومين دول. انا متاكد اني شفتك قبل كده، بس فين فين؟ حد يفكرني. خلاص عادي شغل دماغك ليه؟ شفتني ولا ما شفتنيش؟ ادي احنا اتقابلنا وخلاص. انت تعرف لشريف؟ هو زي ما تقول كده احنا نسايب، بس اكتر من الاخوان. يا ابني كفايه بقى. لا دي فانا نزل قوي يا ابني. احمد احمد شويه. طب قلنا خلاص خلاص يا ابني، خلاص اعمل معروف سبب حلقه. ارحمها وارحمنا. باين عليه مجنون يا فندم. ده مش مجنون، ده اكيد مجنون. بس الدبان مطلوب. ايه اللي عندك؟ ايه؟ اثبت. اهو اثبت عندك. الله يخرب بيتك. خير خير باذن الله. في دبانه تانيه على كتفك يا باشا. شريف فين؟ ستيرو؟ مين المجنون ده؟ ايه؟ هو عمل ايه ساعتك؟ ده بحتمى. انت مين ده؟ ده حلف القبها ساعتك. اه، وانا بقول شفتك فين قبل كده، شفتك فين قبل كده. ده يرجع السجن فورا وانا قدرت تعدموه قدموه. ايوه فاضل، بس انا لسه محتاجه. ده اخيرا عرف مكان العيال الهربانين. مش مهم، يرجع السجن فورا يا فندم. ارجوك. خلاص يبقى تخلص مهمتك وتبلغني بيها اول باول، وبعدين تسلمه لي شخصيا شخصيا. يلا تعالى. انت عملت فيهم ايه؟ ان انا كنت بشيلهم الدبان. ازاي يعني؟ كده يا باشا. اتفضل. هو عليه؟ انا اطلع على السلم احسن. ما غريبه الا الشيطان. ده صاحبي يا بت. ازيك يا نعيم، عايز حاجه؟ الباشا حسان بعت لك مرسال مرتين انك لازم ضروري ضروري تروح له. طيب الصباح رباح. لا ده المرسال اكد لازما حتما تعدي عليه الليله. هعدي عليه فين؟ زمان المعرض قافل. ما هو سايب لك خبر تعدي عليه في العوامه. طيب طيب. وبعدين؟ انا همشي هتروح له. مولا طيب. مالك وقفت كده ليه؟ البيوت دي فيها ناس اكيد، بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكه منين. اهلا وسهلا، جاست اون تايم. ايه يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. اهلا. هو مرزوق اللي قلت لك عليه. نار ابيض قشطه. اهلا حبيبي. ربنا يكرمك طول عمرك زوق والله العظيم. جي افندم يا ملك. حضر لهم كاسين. حاضر.
على فكره انتوا مديونيلي هو ده اللي انت بتعلمه لهم يشتم ابوهم في وسط الناس هو ده الجيل الجديد اللي عايزين تطلعوه ده انا قعدت 50 سنة اشرب سجاير في الحمام عشان ابوها ما يشوفنيش يجي اليوم انا اشوف ولادي يهزقوني في وسط الناس يا بتاعه الحضاره بابا اخرصي يا بنت خالص اخرصي انت مش لسه واخده مني 1000 جنيه الصبح ماشي وانت يا خوداي ده انت مغير 3 عربيات في سنتين دي اخرتها برضه بس ما نروح البيت ليلكوا سودا النهارده يلا يا استاذ مرجان ايوه لو سمحت تتكلم معاهم بطريقه كويسه انت هتعلميني ازاي اكلم ولادي يا دكتوره اولادك مش اطفال من حقهم يعبروا عن رايهم حتى لو كان متعارض مع رايك يا سلام يا سلام وانا بخليك انت في حالك انا هفوق لك بعدين يلا انت وهي يلا انت مش عندنا في الشركه ايوه ايه اللي جابك ايه اللي جابك هنا يلا قدامي يلا يلا توهي أنا مهجة النشار حرم المرحوم عطية أبو سيف لا حول ولا قوة إلا بالله عطية مات بقى في حياتك يا مدام يجعلها آخر الأحزان أنا محسن هنداوي صديق المرحوم ميرسي أوي محسن بيه على حضورك لا علي شد حيلك إحنا كده الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان والله لا 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 اجمدي مال اجمدي يا مدام اجمدي كده لازم تجمدي انا اجمدت خلاص مستي ما تجمديش قوي كده يعني هو كان غلط كده بس الله يرحمك عطية والله والله ما اعرف الا دلوقتي عطية كان رجولة طول عمره كان يحب الضحك والفرفشة والله بس شهادة لله كان ذوق حلو وكان يحب يمتع نفسه وكأنه حبيبي كان حاسس انه ماشي يا حبيبي والله انا اللي كنت جاي اشوفه الاقي نفسي جاي اعري فيه قصدي اعزي فيه تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له غير طاطا والله كان يحب كلمه طاطا دي قوي بدلعه طاطا اخبارك ايه طاطا وهو بقى يقول يا ميحه كان انا محسن قول ازيك يا محسن محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين محسن جه طاطا راح طاطا جه كانت فاحل انت بنتك فاحل يا حبيبي يا هاشم قهوه والبي بيرسع محسن بيه هنداوي سيادتك انا اسمي رأفت شغال هنا انا من اشد المعجبين بسيادتك سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب انا سيرفيس على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى طب رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس على شويه سوداني سخنين على شويه كاجو عشان دي الظاهر انها ليله حلوه ليله حلوه قوي عينيا يا باشا وانا كان عندي عز من عطيه انا كنت بحب عطيه قوي ازيك دلوقتي يا مدام مش كويسه الحمد لله احسن نفسي قوي لا 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 انا عايزك تبقي مؤمنه كده لازم تكوني مؤمنه لا 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 ايدك ولابس بدله فوزي انا بدله مين ايه العباسه دي ايه لها يلا
الله ادي بقى دي حتى ريحتها معفنه ومنتنه. اقلع الهدوم دي. اقلع ده كمان. اقلع حتى ريحته معفنه راخر والزهر كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسمه. وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. اقلع البوكسر ده. ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقوليليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص. انا هجري بقى. مش هسيبك. هتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجة، فاهم؟ لطفي لطفي، استنى يا لطفي. دي ست مش كويسة، قذرة، سافلة، منحطة. طب استنى بس يا لطفي، نديها فرصة تانية. فرصة؟ فرصة إيه يا هالة؟ يا ست فاضيالنا أساساً، عايزين نشوف إيه أكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت، هي فوق وهو تحت.